تعديل حكومي يهم 4 حقائب وزارية. كشفت مصادر مطلعة أن سيناريو التعديل الحكومي المرتقب أصبح يحتل الأولوية داخل نقاشات الأمناء العامين للتحالف الحكومي، وأضافت أن كل من عزيز خنوش رئيس التجمع الوطني الأحرار، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ينتظرون موافقة الملك محمد السادس على تعديل جزئي سيهم 3 إلى 4 حقائب وزارية. أظهر مسؤولوها أنهم غير قادرين على مسايرة التحديات المطروحة، ورجحت مصادر الأخبار أن تكون مقترحات التعديل قد رفعت إلى الملك من أجل ممارسة اختصاصاتها الدستورية في الإعفاء والتعيين.